بالنسبه لي سمعت تماما بان في المملكه العربيه السعوديه في معرض الكتاب في الرياض منعوا كل دواوين الشعراء العرب المحدثين من محمود درويش الى السياف الى البياتي، ربما سمعتم الخبر، كارثه كارثه. كنت ساقرا قزم اخرى ولكن تذكرت هذا الخبر. الذي منع الكتب هي هيئه النهي عن المعروف والنهي عن المنكر والتكدير السعوديه اللي سميتها امر بالمعروف والنهي عن المنكر. هي اللي هذا اللي منعت الكتب النشر ديالهم باعتبار الكتب تمس تتضمن في طياتها بعض الاشياء المسيئه للدين المخله بالحياه المخله بالعلم. للأسف هذه الردة الفكرية موجودة في كل مكان، كذلك سمعتم وتابعتم بدون شك حديث عن هذه الأفلام الأخيرة التي تتحدث عن الرسول والصحابة والأنبياء، وتذكرون بأنه في السبعينات كانت هناك أفلام كبيرة جدا ومن إنتاج هوليوودي، كانت الرسالة وموييز وليدي كوموندمون وغيرها، وشاهدناها وعدنا مشاهدتها، ولم يحدث شيء في إيماننا وفي أدمغتنا. للأسف هذه الردة مشكلة. سأقرأ قصيدة في نفس النهج، وهي قصيدة كتبتها منذ مدة في ديواني الأخير مشاهد من حدود النهرين عن سوريا، بمناسبة كذلك قرأتي في إحدى القصصات في إحدى الصحف عن أن ميليشيات الشيعية لمقتدى الصدر في يوم من الأيام أطلقوا الرصاص على تمثال على نصب تذكاري لبدر شاكر السياف في مدينة البصرة. أطلقوا الرصاص على تمثال. هذا يعني الكثير، يعني بأن الثقافة محاربة، ورموز الثقافة حتى ولو كانوا موتى وكانت تذكاراتهم وكانت نصبهم قائمة في الميادين العامة ليست مرغوبا فيها. كتبت هذه القصيدة بعد ذلك. أسرة السياف هجرت من البصرة إلى بغداد وتركت البصرة، رغم أن السياف كما تعلمون كان شيعيا وكان شاعرا كبيرا. كتبت هذه القصيدة أخاطب فيها السياف عن أزمة سوريا، عن ما في سوريا. مشاهد من حدود النهرين إلى بطشاك السياف الشاعر الكبير الذي رموا تمثاله بالرصاص. عشتار سيدة النهرين تمادت في محراب الرهبة عاشقة لحدائق بابل في الأفق، زهرا كانت في أعراش الحجر، قمرا في منتجع القهر، قمرا للرغبة منتصبا في ليل يستشري، كانت إنشادا في روع السفر، أحلاما من ذهب لصلاة العشق الآسر للوطن. لكن حلت بالقرية عاصفة وتكلس ريق الشهوة ملتهبا في أجساد النخل العاري وقطوف الأشجار، فرأيت أي السياب القوم وقد وهنوا تعبا سغبا، هلع في أرجلهم يسري، هلع في أرجلهم يسري، شوك فيهم كبرودة ليل من سقر، ورأيت حمامة نوح عالقة في خارطة الوطن في طوفان العدم، والقرصان المتواري ينشدها أحلاما خلف ظلال المقبرة، ورأيت أي السياب زحافل في الطرقات وصعلوكا في قلعته يستأسد مثل أمير من أمراء الأندلس، ويقلب خارطة الجسد المخسي يمزقها أشطارا فوق القرطاس، ورأيت دهاقنة السريان على شرفات معابدهم وقد التحفوا أشواك الصبار، وتوارت آلهة النهر في بئر من نار، ورأيت تواصل الحلاج وقد خرجت من جبته، سقطت في منعرج رتقا خاطوها ثوبا من دنس، ورأيت دمى متراقصة في أشواب ورأيت دمى متراقصة في أضواء الخشبة وخيوط اللعبة في أيدي مردة تستعرض أدوار الفرقة في المسرح خلف ستاري، ورأيت العاشقة القلقة في قلعتها أسراب حمام زجال وحكايات لم تكتب في الريح الجبلة قصصا للأطفال،
ورأيت أي السياب رأيت رأيت سيزيف حصان لم يقفز في الريح ولم يسرق قبسات الآلهة لم يقطع حبل السرة من شجر الغضب والقرية فاحت رائحة العفن ودروب الصبار التهمت كل الموتى شنقت فيها الأشباح الأشجار المتعانقة شنقت فيها الأشباح الأشجار المتعانقة وسماء النهر انشقت ندفا ندفا سقطت غدرا في معتقل الصبار جنبات القلعة دكت في عسف دكت أرضا ما عادت تزهر ريحانا ونسائمها راحت في ريح غادرة ورمال الأمصار اختلطت في النوء مع البرد واعلم أن الغيلان الكاسرة التهمت صمت الوطن وتشظت حابلة بجثامين الشجر لن تكتب أشعارا لحبيبتك الأولى لن ترسم جيكورا في لوح قصائدك الثكلى جيكور واد عفوا قرية السياب التي ولدت وللسياب حكايات مع الحب حب الأولى كذا كذا ربما حياته تعرفنا لن تكتب أشعارا لحبيبتك الأولى لن ترسم جيكورا في لوح قصائدك الثكلى لن تزرع أحلاما في قلب عشيقتك الأغلى مرهون أنت اللحظة كالناطور على جبل مرهون في ماخور بغايا لست شهيدا لست وليدا لست بريقا في الغسق بل مهزوما مغتالا مشنوقا في سعفات الوطن